عودة من جديد، تحية لكم مشاهدينا الكرام، التحية لضيوفي الكرام الدكتور عبد العزيز الخالد المدرب الوطني وكذلك الإعلامي الرياضي هناك في جدة الأستاذ أحمد الشباني. بعد أن استمعنا لحديث ضيوفي الكرام وحديث في الجولة الماضية في الاستوديوهات التحليلية لمحللين، الآن نشاهد ردة الفعل الجماهيرية في المواجهات. البداية هناك في اللقاء الذي كان مرتقب بشكل كبير ما بين الفتح والهلال الذي كسبه الهلال بهدفين، نشاهد ثم نعود ردة الفعل الجماهيرية. هلال الفتحاوي؟ لا هلالك. ايش رايك مستوى الهلال اليوم؟ والله ابداع. النهاية يعني لو قابل النصر يفوز؟ اكيد. هذا الزعيم البطولة طال عمرك ما تعرف ما كنت البطولة ما تعرف الا الزعيم. حاوي. طيب شلون خسرتم الهلال اليوم؟ الحمد لله رب العالمين. متوقعين خسارة؟ بالدوري ان شاء الله. متوقعين خسارة؟ لا والله. اذا قابلتوا النصر في النهاية تفوزون عليه؟ ان شاء الله باذن الله على اللعبة على المستوى هذا على المستوى هذا ان شاء الله باذن الله نفوز. شلون الهلال اليوم؟ كيف؟ بيضت الوجه؟ الحمد لله والله لعبوا لعب ما شاء الله اكلهم اكل عقبال ما ناكل النصر ان شاء الله. شلون الهلال اليوم؟ والله تمام تب التب صراحه بيض الوجه جايين من القريات عشان. شلون الهلال رديتوا تال فتح اليوم؟ والله رديناه بقوه بعد لكن يا سقحطان ان شاء الله الهبدع. مبروك الهلال ان شاء الله وان شاء الله الجايات اكثر. الهلال لم يفز بمستوى بس بارتباك في دفاع الفتح وان شاء الله النصر يفوز. شلون فزتوا اليوم على الفتح؟ فزت قيدك بعدين بطولتي البطوله لي ذي. النصر في النهائي لو فاز؟ اتمناه اتمناه اليوم قبل بكره. الف مبروك الفوز سهل. الله يبارك فيك سهل. والله الليله لا باس بس ما هو بالفريق اللي تبغاه. هاي بهالمستوى اتوقع ياخذ ان شاء الله. شلون الهلال اليوم؟ والله ابدع ابدع ما قصر. النهائي في المستوى هذا ياخذ الكاس؟ والله ياخذه ياخذه ياخذه. كيف الهلال؟ مبروك. والله تمام والله لعب كذا والله صح في النهائي كيف ان شاء الله يفوز ان شاء الله قبل النصر ان شاء الله.